أهلا بكم. وصلت بعثة منتخب تونس إلى العاصمة كينشاسا استعدادا لملاقاة منتخب جمهورية الكونغو هذا الثلاثاء في تصفيات المونديال. وكان لاعب نسور قرطاج وجهازهم الفني أكدوا عند مغادرتهم لمطار قرطاج أنهم يتحلون بعزيمة كبيرة وإصرار على العودة بنتيجة إيجابية. التفاصيل في تقرير نافع بن عاشور من تونس. بعد تحقيقه المهم بالفوز على الكونغو الديمقراطية والانفرادي بصدارة المجموعة بعد ثلاث جولات من التصفيات المونديالية، يبقى الأهم بالنسبة للمنتخب التونسي هو العودة من رحلة كينشاسا بنقطة على الأقل تبقي النسور في الصدارة قبل التحول الى غينيا لحساب الجوله الخامسه. دينا احنا من الماتش هذا لازم نعرفوا كيفاش نلعبوه، تعرف 60,000 متفرج، عشب اصطناعي، عندهم معناها ريتم معين، عندهم لاعب معين في بلادهم. التحضيرات لموقعه الكونغو مساء الثلاثاء القادم انطلقت مباشره بعد نهايه المباراه في ملعب راديس من خلال ميران في منتصف الليل قبل السفر يوم السبت على متن طائرة خاصة، حيث خاض الأساسيون حصة لإزالة الإرهاق في حين خاض الباقون مرانا خفيفا في انتظار حصتي الأحد والاثنين في كينشاسا. الأولاد الكل ما قصروش لهنا في تونس، إن شاء الله كي نمشيو غادي الكونغو نقعدو كونسونتري سورتو في المباراة هذيا، لازم برشا ريكوبيراسيون خاطر ماك تعرف بريسك في 5 أيام زوز ماتشوات. نتصور ما فما حتى جوار باش يبخل بشويه مجهود على ليكيب ناسيونال، وان شاء الله نروحوا بريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. مغادي ماشي ان شاء الله بعزيمه كبيره، متحملين المسؤوليه ومتحفزين معناها، وان شاء الله التركيز زي يكون اعلى واعلى، ومش تكون اصعب من المقابله اللي لعبناها في تونس، لكن قادرين ان شاء الله بروح المجموعه والكل مؤمنين انه ان شاء الله نجيبوا ورق ترشح باش معناها باش نثمنوا مقابله هذه الذهاب اللي انتصرنا فيها 2-1. يلزمنا نجيب المقابله الجايه وان شاء الله قادرين، معناها ممكن برشا حاجات مش تكون مختلفه على مقابله رادس، لكن قادرين ان شاء الله نتخطى ولا المرحله هذه ان شاء الله. من مطار تونس قرطاج باتجاه كينشاسا هي الرحله الاهم والاصعب للنسور على درب التاهل الى مونديال روسيا 2018، والهدف واحد وهو العوده بنتيجه ايجابيه ولا شيء غير ذلك. نافع بن عاشور بإن سبورتس تونس.